أم عبد الله تقول إذا قرأت الأذكار وذهبت للنوم، فهل إذا قمت من الفراش أو تحدثت مع أحد هل أقوم بقراءتها مرة أخرى أم تكفي القراءة الأولى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المسلم إذا أوى إلى فراشه وأتى بالورد المشروع ونام على ذلك هذا هو السنة، وبذلك يحفظه الله سبحانه وتعالى في نومه من إزعاج الشيطان له، لا سيما إذا قرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قام أو استيقظ في أثناء الليل فالمشروع له أن يذكر الله عز وجل بالتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار والدعاء لما ورد في الأحاديث من الترغيب في ذلك لمن استيقظ من نومه أثناء الليل، فإنه ينبغي أن يشغل وقته بذكر الله حتى يعود إليه النوم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.